تتذكر في الطائف بديت ترعى غنم وبعدين حفرت في الصخر، اشتغلت سيكوريتي، اشتغلت ايضا عسكري فترة. تتمنى تعود ذيك الايام ببساطتها مثلا؟ والله شوف قديمك لديمك. اذا رجعنا الايام هذيك، الايام هذيك ما كان فيها الا كل بساطة وكل محبة وكل نقاوة، ما فيها الحسد وهالتكلف وهالرسميات. شوف انا جالس معك انا حاسس اني انا يعني مسمر والله العظيم. لا 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 خذ راحتك. جد لا لا ابغاك فايز الطبيعي. لكن اعتقد انا لو على هذيك الايام انا حجيك بكل بساطه وبكل اريحيه وكل شيء. الايام الاولى ما تعيد، وخاصه ايام القريه والبساطه فيها، المحبه فيها، جيرانك، ربعك، ناسك، هلك. اليوم صعب جدا. اليوم حتى جارك اللي جنبك ما تدري وش هو، اذا ما شفته في الصلاه يمكن ما يصلي بعد. فالاول الايام الاولى رائعه جدا في حياتي، مهما كانت حتى على قسوتها والمها وعذابها الا انها جميله.